اللي صاحي بدري وقرر ان هو يلعب رياضه معانا في صباح البلد زي ما انتم شايفين. طبعا انتم بتسالوا احنا قاعدين القعده دي ليه؟ احنا قاعدين القعده دي عشان هنلعب طبعا عضلات شد البطن ابس، المشكله العظيمه اللي في حياتنا كلنا. ازاي نعرف نحافظ على عضلات بطن؟ ازاي نعمل عضلات بطن اصلا؟ هي الفكره في عضلات البطن اصلا ان احنا نبقى عارفين احنا بنتمرن انهي اجزاء في البطن، فعندنا الناس كلها فاكره ان البطن ديت عباره عن اجزاء كتيره، بس هي البطن لوحدها عضله، الاوبليكس عضله، الكور نفسه اللور باك بالجلوتس ديت عضلات. بس اعتقد في تمرين لكل جزء في العضلات، في عضله البطن. حقيقي ان احنا هنتمرن حاجات لجزء، بيمرن جزء من البطن اللي فوق وجزء تاني اللي تحت، فتعالوا مع بعض كده يلا بينا شويه تمارين وشويه نشاط وحيويه على الصبح. مش عارف بعد التمارين دي هتعرفوا تروحوا الشغل ولا لا، بس يلا بينا. اول تمرين عندنا ممكن نستخدم فيه اوزان، ممكن الاوزان دي تبقى ازازه ميه او اي وزن موجود عندنا في البيت، وهو اسمه الكرانشز. هنمسك ازازه الميه كده وهنحاول نطلع بس بظهرنا وبكتفنا عن الارض لفوق. واحد اثنين ثلاثه، وانا طالع بفض النفس. اربعه خمسه سته، بصص لفوق شويه يا فرح. في ناس بتتني بتخلي دقنها هنا، انا محتاج اركز ان انا دقني دايما في مسافه ما بين دقني والمسافه هنا ثابته، وبطلع لفوق او ببقى ماسك الوزن. هي يمكن اكتر اكبر غلطه بنعملها في تمرينة السيت ابس او تمرينة البطن انه بنطلع براسنا، ما بنطلعش ببطننا. برافو عليك، الناس فعلا بتعمل تمرين كده، فاحنا كده يعني كده ما حدش عمل اي حاجه. ما بالعكس، ده انت بتاذي كمان فقرات الرقبه بتاعتك. فانا بس اللي بيحطوا ايديهم هنا بيحطوا ايديهم عشان بس يسندوا راسهم مش عشان يرفعوا نفسهم، بس يطلعوا بالظهر. ده حقيقي، انا هنا وبطلع كده. التمرين الثاني اللي انا هعمله اسمه الليج ريز. الليج ريز دوت انا وانا في البوزيشن ده هقدر احرك رجلي الاثنين، بس لو ده صعب على ناس كثيره ممكن نعمل انترميديا او نعمل الحاجه للليفل المتوسط. برفع رجل واحده وبرجع ثاني. واحد اثنين ثلاثه اربعه. اول ما بعرف اعمل عدات برجل ورجل كده احاول ان انا ارفع رجلي الاثنين بس احافظ على بطني مشدوده طول الوقت. واحد اثنين ثلاثه، ده بيمرن جزء من البطن اللي بيبقى البطن في اللي تحت شويه. مظبوط، اه اللي هي بتبقى صعبه بالنسبه لناس كتير علشان ما بنستخدمهاش كتير يمكن في حياتنا وما بنركزش فيها، لان احنا كل استخداماتنا بتبقى على الجزء الاخر شويه. في عندنا تمرين تاني بيشغل الابس كلها او البطن كلها والجناب كمان. اعتقد الجناب لا، ده غير الجناب، ده هيشغل لسه البطن. أوكي. هنا برفع رجلي الاثنين وبعمل اير بايك، ايدي عكس رجلي. برافو يا فرح، شاطره قوي. شكرا شكرا. هو ده النشاط الصبح الواحد عايزه. هو ده النشاط. بعدها النهارده اجازه خلاص مفيش شغل. اه خلاص. التمرين اللي بعده مهم قوي لعضلات الاوبليكس او العضلات الجانبيه اسمه الراشن تويست. بمسك ازازه ميه او وزن وممكن من غير ويت خالص، بس يفضل يبقى فيه ويت، واقدر انزل هنا وارجع تاني للنص، وبعد كده انزل هنا. برافو، بس حاولي ترجعي بظهرك ورا شويه يبقى عندك شكل ال سيت اللي هو 90 درجه تمام. اكتر هنا هحاول اعمل التمارين دي على قد ما اقدر كل يوم، نقدر نعملها كل يوم وبازازه ميه، يعني الموضوع مش محتاج وزن. يعني عرفنا معدات عايزين ولا نعملها من غير وزن، ممكن نعملها من غير وزن يا فرح. فبنحاول نعمل العدات ديت، ممكن نعمل 3-4 دقائق في اليوم هيبقوا مفيدين لينا جدا. في كمان تمارين ممكن نعملها للابس من البوزيشن بتاع البوش ابس زي البلانك، ودوت ممكن نخلص بيه كل تمرينه لينا. الجزء بتاع البلانك انا ببقى هنا وهحاول ان انا كل يوم اعمل تشالنج اتحدى نفسي اكتر. زي البلانك بتمرن ايه بالظبط؟ يعني ممكن نختم التمرينه بالكور كلها، بتمرن تمارين الكور كلها، الكور اللي هو الظهر والبطن بالاوبليكس كل حاجه.
وهفضل ابقى ثابت عندي هنا. ممكن ابدا ب 30 ثانيه بس. انت عامل هاي بلانك في هاي بلانك في وفي عندنا اللو بلانك. اللو بلانك شاطره. كل ما انا شارد بطني هنا وظهري مفرود انا بمرن الكور كله. هبدا اشالنج نفسي او اتحدى نفسي ان انا النهارده عملت 30 ثانيه. اقل حاجه قد ايه 30 ثانيه؟ خلينا نستارت 30 ثانيه. لو ركزنا في التمارين ديت وحاولنا نعملها كل يوم هنحس بفرق كبير قوي جدا في شكل بطننا وفي حجم البطن نفسها، لان هي بتعمل توننج وبتشد العضلات نفسها وبتقلل حجم البطن كتير. دي اهم حاجه اعتقد مهمة. يعني دلوقتي انا اللي هسيبك تتمرن. لا 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 دلوقتي انا اللي هسيبك تتمرن. كل مره انا اللي بسيبك تتمرني صح؟ انا قاعد اليوم كله بتمرن يا فرح. يلا نشوفكم في حلقه جديده. صباح الفل.